باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هذا الباب من أهم أبواب الصوم أو مسائل الصوم، لأنها متعلقة بكل الناس بلا استثناء، وهما الأشياء التي يلزمهم أن يمسكوا عنها. يقول الشيخ: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب فإنه يكون مفطرا ويفسد صومه، وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكلوا واشربوا ثم أتموا الصيام، فدل على أن الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب. فبإجماع أهل العلم أن الأكل والشرب يكون مفسدا للصوم. والأكل والشرب هو إدخال، المذهب إدخال ما له جرم، إدخال ما له جرم من طريق الأكل والشرب وهو الفم، وهو الفم. فكل ما دخل للجوف من طريق الفم فإنه يسمى أكلا وشربا أو شربا، سواء كان مغذيا أو غير مغذ، بل لو كان حتى ضارا كأن يأكل حصى أو أن يأكل دواء ضارا أو سما، كلها تكون مفطرة، لأنه في لسان العرب كل ما دخل من طريق الفم سمي أكلا، كل ما دخل من طريق الفم سمي أكل، نافع غير نافع، ضار رطب لين يابس يسمى أكلا، وهذا لا شك فيه على لسان العرب، والدليل عليه الآية واضح. طيب انتهينا من الأول والثاني، وهما ماذا؟ الأكل والشرب، وهو إدخال كل ما له جرم. انتبه لكلمة جرم، فما ليس له جرم لا يسمى أكلا. الهواء يدخل في فيك ويخرج يوميا، كثير من الناس تنفس مع فيه، ما ليس له جرم ليس مؤثرا، وإنما له جرم يحس. طيب إذا عرفنا الأمر الأول هو الأكل والشرب ودليله معنى. الأمر الثالث قال: أو استعط، استعط بأن أدخل شيئا من طريق أنفه، أي شيء يدخل الأنف أيضا كان مغذيا أو غير مغذي، لأن الاستعاط يكون للدواء، استنشق بقوة وله جرم. فمن استعط ودخل شيء لجوفه من طريق أنفه فإنه مفطر. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: لأن الاستعاط في حكم، شوف، في حكم الأكل، لأنه يؤدي إلى الجوف. نسينا نقول ما هو الجوف، وهو مهم. المراد بالجوف على المذهب أمران: الأمر الأول جوف الغذاء، وما هو جوف الغذاء؟ الحلقوم والمريء والمعدة والأمعاء، هذا جوف الغذاء الذي يصل له. وكل ما كان ذا، وكل مجوف من بدن الآدمي، كل مجوف يعني مغطى، كالدماغ عندهم جوف، عندهم الدماغ جوف ملحق بالجوف، يعني الدماغ عندهم كل ما غطي بالجلد يعني داخل يسمى جوفا، كل هذا يسمى عندهم جوف، إلا المستثنيات سنذكرها بعد قليل، هاي يسمونها جوف. فكل ما دخل داخل جسم الآدمي يسمونه جوف، لأنهم توسعوا فيه باب الصوم باب الاحتياط. طيب إذا عرفنا الفطر الثالث أو الثاني، وهو إيش؟ الاستعاط، وهو كل شيء ذو جرم يدخل من طريق الأنف، وعرفنا دليله. الأمر الرابع قال: أو احتقن. الاحتقان هو ماذا؟ ليس الإبرة، لا، الاحتقان هو إدخال شيء عن طريق الدبر، فإدخال شيء عن طريق الدبر يؤدي إلى الجوف، بل الجوف جوف الغذاء، لأنه يؤدي إلى الأمعاء مباشرة. فلو أن شخصا وضع تحميلة، تعرفون التحميلة، أو ماء عن طريق دبره فإنه يسمى احتقانا، فيكون مفطرا، يكون مفطر. طبعا والاحتقان هل هو مشروع لأجل الدواء أم لا، هذه فائدة خارج عن الدرس. جاء عن علي رضي الله عنه أنه كره الاحتقان لغير حاجة، التحميلة تكره لغير حاجة، لكن يعني أو ما في حكمها، طبعا اختلفت الأشياء من زمان أول عن زماننا، لكن هي جائزة لا شك، الاحتقان جائز لأجل التداوي ما في حكمه. طيب إذن المفطر الرابع ما هو؟ الاحتقان، وهو إدخال شيء له جرم إلى الجوف من طريق الدبر. انظر الخامس: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. شف قوله بما يصل إلى حلقه متعلق فقط بالاكتحال فقط،
قالوا لأن العين منفذها إلى الجوف ليس دائما وإنما هو أحيانا، فإذا كان الشخص قد اكتحل بإثمت أو بكحل أو بصبر أو بغير ذلك وكان يصل إلى حلقه بواحد من أمرين، إما بأن وجد طعمه طعم الكحل أو الإثمت أو غير ذلك من الأمور في حلقه، إما أن يكون وجد طعمه أو أن يكون قد علم بوصوله. بعض الناس يعلم أنه كلما اكتحل وصل إلى جوفه، يعني أحس بجوفه، فهنا نقول أنت كلما اكتحلت أفطرت. أما من عداه من الناس وهو الذي يكتحل ولا يصل إلى جوفه فنقول اكتحالك ليس بمفطر. إذن هذا القيد اشتراط أن يصل للحلق خاص بماذا؟ بالاكتحال، خاص بالاكتحال. نعم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. كيف يدخل إلى جوفه شيء؟ قالوا مثل أن يكون في، طبعا هذا على المذهب هو صحيح أم ليس بصحيح، في تكلم في بعض الأخوان حضر المحاضرة التي كانت سابقة في تفصيل أحكام الصوم في رمضان، يقول لو كان على الجلد الآدمي جرح مأمومة أو جائفة، قالوا فكل دواء يوضع عليها يصل إلى الجوف، فعندهم أن مداواة الجائفة أو المأمومة، أن دواء الجائفة أو المأمومة التي شو معنى جائفة؟ يعني وصل الجرح إلى اللحم ليس جرحا خارجيا في الجلد، أن دواء الجائفة والمأمومة مفطر عندهم، يعني وضعت مطهر على جرح غائر وصل إلى اللحم أفطرت، لأن جزء من هذا الدواء سيصل إلى الجوف، سيدخل مع الدم. هذا رأيه. من الأشياء التي تدخل في هذا المعنى اذكروا لي شيء واضح جدا، الإبر. الإبر فعندهم أن كل إبرة، المذهب كل الإبر تكون مفطرة سواء كانت مغذية أو ليست مغذية. سأذكر الآن بعد ما نذكر الصور أذكر الدليل عليها جميعا. لذلك قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من أي موضع، حتى الأذن عندهم إذا وصلت الأذن ولم تكن خارجية الكريم وإنما كان داخليا أفطر، ما دام وصل إلى جوفه ولو كان في دماغه هذا كلامهم فإنه يفطر. الأذن تؤدي إلى الدماغ لا تؤدي إلى الحلق، إلا في قناة إيش، في قناة التي في الأذن نسيت تؤدي إلى الحلق، نسيت اسمها الآن. طيب وضحت هذه الأمور. ما دليلهم على هذه المسألة؟ قالوا لأن الله عز وجل نهى عن الأكل والشرب، والأكل والشرب هو إيصال شيء له جرم إلى الجوف من طريق الفم، هذا في لسان العرب سواء كان مغذيا أو غير مغذي، فنقيس عليه كل شيء دخل إلى الجوف، كل شيء دخل إلى الجوف فإننا نقيسه عليه، كل شيء يدخل الجوف فإننا نقيس عليه لأنه سيستفيد من الجوف ويتغذى منه فنقيسه عليه. يقول الشيخ غير إحليله إلا التنقيط في الإحليل وهو مخرج البول، فمن نقط في إحليله فإنه لا يفطر. قالوا لأن ما إذا نقط في الإحليل يذهب إلى المثانة، والمثانة تطرد ما فيها ولا تدخله داخل الجوف، هي طاردة لما فيها، فمن نقط في إحليله دواء في أدوية معروف كان عند العطارين قديما نقط في الإحليل، فالتنقيط في الإحليل لا يفطر لأن المثانة تخرج الذي فيها ولا تدخله إلى داخل الجوف.